الفار الفار احنا كابتن جمال اتكلم، الفار ملف معايا احنا ومع طبعا استاذ وليد العطار، وقاعدين بنتكلم ومعانا حماده زاهر، ودخلنا في تفاصيل كتيره جدا. وصلنا اخدنا موافقات من اول الموسم على فكره، من قبل ما يحصل اي مشاكل دلوقتي عشان الناس ما تفتكرش ان احنا حصل مشاكل فابتدينا نجري. لا احنا عملنا موافقات. طيب ده خلاص انتوا تعاقدتوا عليه؟ احنا لا احنا خلاص خلصنا كل الاجراءات، وحتى هتلاقي دلوقتي السيموليتر هيطلع النهارده او بكره من الجمارك اللي هيتمرنوا عليه الحكام. واقف على ايه الدين حكم ده؟ واقف ان احنا نستنى مستنيين موافقات جهات طبعا وزاره الشباب والرياضه والجهات المعنيه. طب امتى هيشوف النور؟ يعني امتى انا اشوف الفار في الملعب؟ الدور الثاني. الدور الثاني من الدوري السنه دي؟ انا هقول لك الاجراءات دلوقتي. ايوه. امتى نشوف الفار في الملعب الدور الثاني؟ ده نفس النسق اللي اكد عليه الاستاذ عمرو الجنايني. احنا نتمنى نشوف الفار من الدور الاول مش الدور الثاني، ولكن اعتقد في العالم كله لما يكون المسؤول بيتحدث في شأن مهم زي ده لازم يكون التصريحات بتاعته دقيقة، وده اللي انا مش حاسه، لان ايفاب المتخصصة فيما يخص تطبيق تقنية الفار في الدوريات المختلفة صرح احد مسؤوليها ليلا كورة واتكلم عن ان مصر في الوقت الحالي لا تمتلك الا فريق واحد يتكون من حكم ساحة وثنائي لغرفة الفار، وهذا لا يكفي، واكد ان في منتصف ديسمبر الماضي جاءوا الى مصر من اجل الاطلاع على كل شيء، وما يستطيع قوله أنهم ما زالوا يتابعون الاتحاد المصري قدر المستطاع لمساعدته. كمان اتقال أن كل حكم هيشارك لازم يتلقى التدريبات الأساسية لتطبيق الفار، والأهم التصريح الأخير أن في الدوري المصري في الدور الثاني ممكن نشوف الفار، كان الرد هذا شبه مستحيل، فإن عملية التدريب والتعليم تحتاج إلى فترة من 6 إلى 9 أشهر من أجل العمل بهذا الشكل. نركز في كلام محمد فضل اللي قال الأجهزة لسه جاية وهنبدأ التدريب. هل يمكن 6 لـ 9 شهور يتم اختصارهم في وقت صغير جدا؟ معرفش مدى إمكانية التطبيق ده. اللي هو مش بيقولوا 6 أو 9 شهور، قالوا 28 يوم. وهي هيدربوا 54 حكم، لكن المشكلة أصلا إن الوحدة اللي جاية دي وحدة واحدة، وأنت عندك مباريات الأسبوع لازم هتستخدم في كل مباراه الاسبوع، ما انت مش هتطبقها على مباراه واحده في الدوري، لان ده التصريح اللي جاء في يلا كوره، ان لو حابب تعمل الكلام ده في الدور الثاني انت عندك واحده فقط لا غير واربع حكام مصريين مؤهلين للتعامل مع تقنيه الفار، وبالتالي هتبقى عندك مباراه واحده في الاسبوع اللي تقدر تستخدم فيها تقنيه الفار. الحقيقه تصريحات الاستاذ او الكابتن محمد فضل نفس تصريحات الاستاذ عمرو الجناني في بدايه الموسم عن فكره ان كل مباراه الدوري هتكون بجماهير، نفس القصه دايما عن فكره ان احنا بنجهز. خدنا خطوات كويسه وجالنا جهاز نقدر ندرب عليه بعض الحكام، لكن ما ينفعش برضو نطلق ونقول ان احنا من بدايه الدور الثاني، لان بالفعل الموضوع شبه مستحيل، وان كنا نتمنى طبعا ان الموضوع يتم مع بدايه الدور الثاني بالظبط. ومن الكابتن طبعا محمد فضل لجنه الانضباط اللي احنا هنا في بدايه الدوري.